دورات الألعاب الأولمبية على مر العصور بيكون فيها حكايات وقصص إنسانية عظيمة جدا جدا، وهو ده اللي دايما بنتكلم فيه، إن الأولمبياد أنت بتستنى فيها معاني إنسانية وقصص وحكايات ولافتات إنسانية عظيمة جدا، وبتفضل محفورة في أذهاننا أكتر من الميداليات نفسها. يعني أنت هتفضل فاكر القصص الإنسانية اللي واحدة منهم هنحكيها دلوقتي، هتفضل فاكرها على مر التاريخ أكتر مليون مرة من أي ميدالية قدر أي بطل أو بطلة يفوزوا بيها، لأن دي اللي بتعلم معانا أكتر أكتر من الميداليات. واحدة من القصص دي بطلتها لاعبة التجديف الأسترالية جان ماتشل، اللي كانت ليها قصة إنسانية مؤثرة جدا 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 بعد معاناتها مع سرطان المخ. ألهمت طبعا بطلة التجديف العالم كله بسبب تجربتها المتمثلة في التعافي من سرطان المخ والتأهل لأولمبياد باريس 2024. جين ماتشل صاحبة ال 24 سنة هتشارك مع منتخب أستراليا للتجديف اللي بيضم أربع لاعبات، واللي طبعا بيبحث عن حصد ثاني ميدالية ذهبية على التوالي بعد التتويج بأولمبياد طوكيو 2020. جان ماتشل وهي عندها 16 سنة خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم من المخ، وده بعد ما خضعت للعلاج الكيميائي والإشعاعي وابتعدت عن رياضة التجديف لمدة عامين، وده قبل ما تعود مرة أخرى لمكانها المفضل بعزيمة وإصرار كبيرة جدا جدا جدا. دي المشاركة الأولى للبطلة جان ماتشل في الألعاب الأولمبية، واللي كانت بمثابة حلم صعب المنال، ولكن قدرت إنها تحققه بفضل عزيمتها وإصرارها. نجمة التجديف العالمية خضعت لعدة جلسات وجولات من العلاج الكيميائي، وقالت في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتجديف: العلاج بالكيميائي كان المرحلة الأصعب، وما كنتش أستطيع حتى أن أنطق الكلمة، وكنت أبكي كثيرا من الألم. جين ماتشل عادت لتدريبات التجديف خلال الجزء الأخير من العلاج الكيميائي، ولكن اضطرت للبداية من الصفر لإعادة بناء قوتها ولياقتها مرة أخرى في 2022. بالمناسبة تم اختيارها لتمثيل أستراليا وشاركت في سباق السوماني سيدات في كأس العالم للتجديف وبطولة العالم للتجديف، واحتلت المركز الخامس. وقبل أولمبياد باريس 2024 قالت إنها متحمسة للغاية، وقالت إنها تتطلع لهذه الرحلة منذ فترة طويلة، وقالت إنها كانت تعمل بعيدا عن الأضواء في الأعوام الأخيرة، وأخيرا وصلت لمرحلة شعرت من خلالها بجاهزيتها وأصبحت تتمتع بالصحة واللياقة الكافية لتحقيق حلمها الذي تعيشه الآن. هي دي الإرادة والتحدي والعزيمة، هو ده اللي دايما بنستناه في الأولمبياد، هي دي القصص الملهمة، هي دي اللافتات الإنسانية العظيمة اللي بتقعد تستنى الأولمبياد كل أربع سنين، مش بس عشان تتفرج على منافسات، مش بس علشان تتفرج على أبطال بيفوزوا بميداليات ذهب ولا فضة ولا برونز، لا أنت كمان بتكون مستني بشكل كبير جدا جدا القصص اللي زي دي علشان تستناها. واحدة رجعت من الصفر، واحدة رجعت من الموت زي ما بيقولوا، رجعت من رحلة علاج كيميائي وإشعاعي وكانسر في المخ وحاجات كتيرة جدا جدا، لتعود إلى المنافسة مرة أخرى، لتعود إلى الأولمبياد الحدث الأعظم وتكون متواجدة فيه وبقوة. حاجة ملهمة جدا، حاجة عظيمة جدا. كل حلقة إن شاء الله يكون عندنا قصص ملهمة زي دي علشان نقول للناس إن الرياضة هي تهذب الروح، الرياضة هي الإصرار والتحدي والعزيمة وكل الحاجات العظيمة دي.